بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، النهاردة هنكمل مع بعض حل بوكلي برافو رقم 23. الوثيقة الأولى La vie dans la campagne، الحياة في الريف. La vie dans la campagne، الحياة في الريف، est très différente، مختلفة جدا، de la vie en ville، عن الحياة في المدينة. La campagne est souvent caractérisée، يعني الريف غالبا مميز، par des terres agricoles، بالأراضي الزراعية، de petits villages، والقرى الصغيرة، et de paysages naturels، والمناظر الطبيعية. Les gens، الناس، qui vivent، الذين يعيشون في الريف، ont souvent un mode de vie، يعني لهم نمط في الحياة، بلو سامبل، أكثر بساطة، et بلو بروش، وأكثر قربا de la nature، من الطبيعة. C'est une vie calme et douce، إنها حياة هادئة ولطيفة. L'air ici، الهواء هناك، est souvent، غالبا، بلو بير، أكثر نقاء، et la nature est agréable، والطبيعة جميلة. Les habitants peuvent profiter، السكان يستطيعون الاستفادة، دي اكتيفيتي، بأنشطة دوبلين اير، الهواء الطلق، كم لا راندوني، مثل التنزل، لا بيش، صيد السمك، او لو فيلو، او ركوب الدراجات. لا، هناك في الريف، لي جون سوكوب سوفون، الناس تنشغل غالبا دو لاغريكولتير، بالزراعة، بور لير نوريتير، من اجل غذائهم. Il cultive des fruits، يزرعون الفواكه، des légumes، الخضروات، des céréales، الحبوب أو البقوليات، et ils ويربون des animaux، حيوانات، pour leur propre consommation، من أجل استهلاكهم الخاص. Les habitants de la campagne، سكان الريف، sont généralement، عموما، بلو بروش، يكونوا أكثر قربا que dans les villes، أكثر من المدينة. Les voisins se connaissent، الجيران يعرفون بعضهم، سوفون غالبا، depuis des années، منذ سنوات. Ils aident، ويساعدون بعضهم، en cas de besoin، في أثناء الحاجة أو في وقت الحاجة. Les relations sociales، العلاقات الاجتماعية، sont donc très fortes، إذن قوية جدا، dans la campagne، في الريف. سيبون دون لا في، بالنسبة للحياة، دون لا كامباني، في الريف، بي اوسي اتر ديفيسيل، ممكن تكون أيضا صعبة. لي روت الطرق، ليزي كل مدارس، اي ليز اوبيتو، والمستشفيات، سون سوفون موان ديفلوبي، تكون مطورة أقل كو دون لي فيل، من المدينة، يعني التطورات فيها أقل من المدينة. Les habitants doivent، السكان يجب عليهم، parfois أحيانا، marcher، يمشوا، de longue distance، مسافات طويلة، pour les services essentiels، من أجل الخدمات الأساسية دي. السؤال الأولاني، ce document parle principalement، الوثيقة دي بتتكلم أساسا عن إيه؟ de la vie à la campagne، عن الحياة في الريف، أما الأماكن المطورة في الريف، سكان الريف، خدمات في الريف، لا. اتنين، نقط كاركتريز لا في على كامباني، اللي بيميز الحياة في الريف، لي بيزاج ناتوريل، المناظر الطبيعية. أما هنا لي سنتر كوميرسيو، اللي هنا اللي هي المحلات التجارية، يعني هنا الشوارع المزدحمة، المستشفيات الحديثة، لا. تلاتة، لا في على كامباني، إيه، الحياة في الريف تكون كالم إيدوس. أربعة، ليزابيتون دو لا كامباني، سكان الريف، مالهم؟ هنا بيشتروا الغذاء من المدينة، يزرعون دون زيل زون بيزوان، ما يحتاجوا، هي دي صح. خمسة، سيلون دوكومو، حسب الوثيقة، أون بو، نقط، أون بلين إير على كامباني، أون بو إيه، براتيكي لا راندوني، ممارسة التنزه في الهواء، في الهواء الطلق في الريف. ستة، ألا كامباني،
هنا لي فوازان سون كوبيراتيف، يعني جيران متعاونين. اما الاولانيه كل الخدمات حديثه، العلاقات الاجتماعيه ضعيفه، الاخيره كل مشغول باسرتي فقط. لا، بالنسبه للوثيقه الثانيه شير جراندمير جدتي العزيزه ساي بخير جي سوي دو ريتور اون فرانس، عند انا اعود الى فرنسا ابري تروا سومان فانتاستيك، بعد 3 أسابيع رائعين. شي مون كوريسبوندون عند مراسلي في اسبانيا، مون اسبانيول الاسباني بتاعي او اللغه الاسبانيه بتاعتي سي بوكو اميليوري، تحسنت كثيرا. تي ا ريسو ما كارت بوستال، هل وصلك البطاقه البريديه بتاعتي؟ جيسبير بيان، اتمنى. مون كوريسبوندون بيدرو، المراسل بتاعي اللي هو اسمه بيدرو افري مون جانتي، حقا لطيف. اي نو نو سون بيان اميزي، وتسلينا بشكل جيد. صفا مي اي تري سيمبا، اسرته لطيفه جدا. مي ولكن اليا ديزابيتود سوسيال، ولكن توجد عادات اجتماعيه كي ني سون با كوم اون فرانس، ليست موجوده في فرنسا، مش زي اللي عندنا يعني. بار اكزامبل مثلا في اسبانيا اون بوا بوكو دو كافي، سورتو دو كافي، بيشربوا قهوه كتير. مي بو دوتي، ولكن قليل من الشاي. اون مانج، بياكلون دو لا سالاد فيرب، سلطه خضراء، افيك لو بلا برانسيبال، مع الطبق الايه الرئيسي. سي دي فرانت دو شينو، ده مختلف عننا. دي مانش درنيير، يوم الحد اللي فات. سا ايتي لانيفرسير دان اونكل دو بيدرو، كان عيد ميلاد احد اعمامه، اعمام بيدرو. اي توت لا فامي سي ريتروفي، وكل الاسره كانت متواجده دون زان ميزون. ميزون اللي بين الاقواس ده هو ايه؟ سيتان ريستورانت كلاسيك اسبانيول، هو مطعم كلاسيكي اسباني. جي اي مانجي، انا اكلت ان ريبا تراديسيونيل، وجبه تقليديه. اي كون ديسير، وكتحليه ان جاتو رولي افيك دو لا كريم، جاتو محاط بالايه بالكريمه. سي ديليسيو، طبعا الجاتو ده كان جميل لذيذ. سو كي ما سوربري اوسي، اللي ادهشني ايضا سي كو افيك لا فامي دو بيدرو، ان في الاسره بتاعت بيدرو اون ني سي جامي امبراسي، لا يتعانقون ما بيحضنوش بعض يعني. سوف لو برومير اي لو درنيير جور، الا في اول واخر يوم في المطار بور سودير، عشان يقولوا اوريفوار، مع السلامه. جي في تون راكونتي، سوف احكي لك بلو اكثر. كون دي جي في اريفي، عندما اصل شيفو الى بيتك اون سبتمبر، في شهر ايه سبتمبر. جروس بيزي قبلاتي كلود. الاسئله بقى رقم 7، كلود اباسي اون اسبانيا، كلود قضى ايه في اسبانيا؟ تروا موا 3 شهور، بلو دان موا اكثر من شهر، موان دان موا اقل من شهر، هي دي الاجابه الصح لانه قعد 3 اسابيع، هنا اقل من اسبوع. لا، رقم 8، كلود بارل اسا جراندمير، كلود يتحدث الى جدته ديز ابيتود دي اسبانيول، عن عادات الاسبانيين. اما دي خصائص بيدرو او سيماتو، مطاعم في اسبانيا، العادات الاجتماعيه في فرنسا لا. 9، ليز اسبانيول ان بوكو بوار، بيحبوا يشربوا كتير قهوه، زي ما قال لي طبعا فوق، قال هنا ان هم بيشربوا قهوه وقليل من الايه من الشاي. بالنسبه لي 10، في اسبانيا اون بروند دو لا سالاد فيرت، طبعا افيك لو بلا برانسيبال، مع الطبق الايه الرئيسي. رقم 11، بيدرو فيت كان بيحتفل بايه؟ لانيفرسير دو سون اونكل، بعيد ميلاد عمه. رقم 12، ان ميسون سي لونوم، هو اسم ايه؟ قال لي ان هو اسم مطعم تقليدي هناك. بالنسبه للمواقف، المواقف تنقسم الى قسمين، 3 كل واحد بدرجه، و3 تانيين كل واحد بدرجتين. 13، فو ديموندي افوتر امي بوركوا ايل فا او سوبر مارشي، انت تسال زميل لماذا هو يذهب الى السوبر ماركت، كيسكل دي، هو يقول ايه؟ بور فيرلي كورس، لكي اتسوق المواد الغذائيه، اما دي لكي يمارس الجري، هنا لكي هنا سويفري، يتبع نظام غذائي على كان عشان يشتري بدله. لا،
14 vous demandez à votre ami أن تسأل صديق كمون يلبس كيف ويقضي سنتون وقته على فير في المزرعة. كيس كيل دي هو يقول إيه جي في على فير من فواتير بروح بالعربية نوزافون إن جراند فير عندنا مزرعة كبيرة أنا بقضي العطلة في المزرعة جي مي برومين أشيفال أتنزل على الحصان. 15 votre ami vous parle زميلك بيكلمك دو سون امير عن مزاجه اليوم كيسكيل دي اقول لك انا حران انا عندي وجع في البطن جي سوي بيردو انا تايه جي سوي كونتونت انا مبسوط هي الاخير المجموع اللي بعد كده فو ديماندي ا votre ami تسال صديق سوق اليا ماذا يوجد دون لافيني في حقل العنب ماذا هو يقول اليا دي ريزان في عنب اما ده تفاح بيض فراوله لا 17 votre ami vous demande زميلك بيسألك لا كورس اللي هو سباق الجري كيس كيو سي هتقول له ايه سيتين اكتيفيتي سبورتيف ده طبعا نشاط رياضي اما ده نشاط يدوي مكان سياحي مكان في المدرسه لا 18 vous demande à votre ami تسأل صديق سو كيو لي سبورتي ماذا المشجعين فون استاد بيعملوا في الاستاد كيس كيل دي هو يقول لك ايه ال ديكريف لي ماتش بيوصفوا المباريات السنترين بيتدربوا كويس بيشجعون الفريق بتاعهم دي صح المارك دي بيت بيحرزوا اهداف لا سؤال قواعد 19 نو كوموندون ان بولي احنا طالبين فرخه افيك نو تري رز مذكر بناخد لها دو لو ويك اند اون اون دي بتساوي الضمير ال اذا ناخد سو اون سي كوشتار يوم الاجازه بننام متاخرين 21 سوسوارز المساء نوزالون فيل نذهب الى المدينه بناخد لها اون لان اول المذكر عايزه اسم المدينه نفسها دون عايزه محدد 22 فوفيت نقط دون لافير ماذا تفعل بالمزرعه كلمه ماذا اللي بتيجي في النص واخر السؤال هي كوا اما كل بياتي بعدها مفرد مذكر كيو بتيجي في الاول كل بعدها مؤنث 23 اكل برفان اي طعم فولي فو هنا طالما فو عايز صفه ملكيه فوتر او فو يبقى ناخد هنا ايه فوتر جلاس 24 جادور سكستيم اعشق هذه البدله جي لومي انا ارتديها بور اللي الفيت خدنا ليه ليه لان البدله مذكر 25 جي في الوندر انا اذهب الى لندن برانتو ربيع مفرد مذكر ناخد لها سو 26 جي بودري دي شوسير لاسي لاسي يعني برباط الحذاء برباط او بكعب بياخد قبلها على اكسون 27 امبري فير بروندر فيرب بروندر لو جه بعد وسيله مواصلات بياخد محدد يبقى ناخد لو يبقى بنفضل نركب الاتوبيس عشان نروح المدرسه 28 اليس ني باس جامي لو ويك اند على كامباني لا تقضي ابدا عطله الاسبوع في الريف دون 5 مينيت ده مستقبل قريب بعد 5 دقايق كلود يبقى ناخد فا الاولى مونتي اشيفال بالنسبه للاسئله المقاليه سالي زي ما تي ام باسي لو ويك اند على كامباني كل انيمال دو لا فيرم تي ام اي حيوان في المزرعه تحب اقول على فيرم جيم لو شيفال بحب الحصان او في سيت انيمال اين يعيش هذا الحيوان ال في دون ليكوري بيعيش في الاستابل ابلس الموضوع اوصف يومك الدراسي موا سي سامي جي في او لي سي او ويتير بروح مدرسه الساعه 8 جي 5 كور بار جور عندي 5 حصص في اليوم ادي زير الساعة 10 جي بي او سي دي اي اذهب الى حجرة المناهج جي سيرف سور انترنت انا اتصفح الانترنت وقت الظهيرة جي بي او سيرف اذهب الى المطعم بوردي جوني عشان اتغدى اكن زير الساعة 3 بعد الظهر جي رونتر على ميزون برجع البيت لسوار بالمساء جي في ميديفوار بعمل الواجب بتاعي وبكده اعزائي طلبة وطلبات سنة ثالثة انتهينا من بوكلت رقم 23 ما تنسوش الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.